أخيرا في هذه الأحاديث النبوية الناصعة الواضحة على عذاب القبر، وهو الحديث العمدة في هذا الباب، رواه الإمام أحمد في مسنده، أبو داود في سننه، والنسائي في السنن، والحاكم في مستدركه، ورواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وغيرهم من أصحاب دواوين السنة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال البراء، وخلي بالك معايا، قال البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، صمت وسكون وهيبة وإجلال للموت. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، عصا صغيرة، ينكت بها في الأرض، يعني يضرب بها في الأرض. ثم نظر إلى الصحابة وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال: بأبي وأمي وروحي، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأولياء الأصفياء الأتقياء التي تنزل عليهم ملائكة التثبيت يا رب الأرض والسماء. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه حتى ينتهي الأجل كما حدد الله تبارك وتعالى، فيجلس عند رأسه، ثم ينادي ملك الموت على روحه، على روح المؤمن، ويقول: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله، يا رب يا رب يا رب، اجعلنا جميعا وإخواني وأخواتي ممن ينادى عليهم بهذا النداء العذب الحلو: يا أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه سهلة كما يسيل الماء من في السقاء، تحمل قربة ماء على ظهرك وتصب الماء، ينزل الماء بانسياب وسلاسة وسهولة ويسر، فتخرج روحه كما يسيل الماء من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتلفها في كفن من أكفان الجنة وفي ذلك الحنوط من حنوط الجنة، وتنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يقول المصطفى: كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. والله العظيم، والله أسمع بأذني، ولعل كثيرا من المشاهدين المشاهدات الآن من يتذكر الآن كثيرا من أهل الفضل يقولون: فلان حينما توفي والله انبعثت رائحة طيبة زكية ملأت البيت كله، بل وملأت الشارع وملأت المكان. نعم، حدث هذا، والله حدث هذا مرارا وتكرارا، ومنا من شم بأنفه ورأى بعينه وسمع بأذنه العجب العجاب. قال: فتنبعث رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، متشيعها الملائكة، فتقول الملائكة حين يمر الملائكة ممن يحملون الروح عليهم، يقول ملأ آخر من الملائكة: لمن تكون هذه الروح؟
فتقول الملائكة التي تشيعها إنها روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى إذا منتهوا بها إلى ربنا تبارك وتعالى قال ربنا جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون أيها الحبيب اللبيب؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: وأعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال المصطفى: فتعاد روحه إلى بدنه أي في القبر، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله. ما دينك؟ الإسلام. وهل عاش في الدنيا إلا على الإسلام؟ وهل عاش في الدنيا إلا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله؟ وهل مات إلا على ذلك؟ شاء ربنا وقدر أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ربي الله، نبي محمد، ديني الإسلام. ما علمك؟ يقول الملكان: وما علمك؟ يقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادى عليه أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. قال صلى الله عليه وسلم: ويأتيه رجل شديد بياض الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر أبشر. فيقول: بشرك الله فوجهك الوجه الذي لا يجيء إلا بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. الله، أنا توحيدك وصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وبرك وقيامك بالليل وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصدقتك، أنا حجابك أيتها المسلمة الفاضلة. فيقول: أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول المؤمن: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى يرجع إلى أهله وماله، يريد أن يري أهله مكانته عند الله جل وعلا. قال الصادق: وإن كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم حنوط مسوح، معهم مسوح ليف من نار والعياذ بالله، فيجلسون عند رأسه مد البصر. ثم جاء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. قال: فتفرق في جسده فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما تنتزع قطعة الحديد الصلبة من الصوف المبلول فتمزق الصوف تمزيقا، فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، وتنبعث لها رائحة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتلفها في هذه المسوح، فإذا ما أرادت أن تصعد بها إلى السماء لا تفتح أبواب السماء لهذه الروح. ويقول الحق تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في سجين، فتطرح روحه طرحا. قرأ النبي قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقرأ قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقال: وأعيدوها إلى جسده فمنها خلقناهم، أو إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري.